أنا بودي أن هاد الموزعين وإن شاء الله بمر يطول وما راحش أن يأخذ ساعة ولا ساعة. شفنا باللي يعني رمضان قريب واضطرينا كاتحاد عام باش ننظموا هاد الموزعين هذو باش على الاقل تتضح الرؤيه. وزاره الفلاحه تقول باللي البودره ما كانش، تقول باللي تقول البودره كاينه، عفوا الموزعين يقولوا كلام واحد اخر. ولهذا احنا بغينا نعقدوا هذا المؤتمر هذا باش نوحدوا الرؤيه في هذا رمضان، يكون فيه وفره نتاع الحليب ويكون فيه توزيع في المستوى، يكون توزيع في المستوى. وحنا كاتحاد باش نقولها لكم امام الملا رايحين يعني الرقابه تبقى من عند اتحاد التجار، من هذا المكان هذا تبقى الرقابه على الموزعين. وانا راني قلتها ونعاودها، ما نسمحوا حتى الواحد يتلعب بهذه الماده. الندره هذه يرجع سببها للنقص من استيراد ماده الغبره، والدليل خير ذلك اليوم راهم الملبنات على مستوى القطر الوطني وخاصة ولاية الجزائر اللي تشكل 57 بلدية، رانا كنا نغطي حوالي 70% في السابق، كنا ننتج حوالي 600 ألف لتر. اليوم من نقص هذه تاع المادة تاع الغبرة رانا ننتج 420 ألف لتر.